أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم ضمن نشرة مسائية نقدمها من شوف تي في ونستهلها بأبرز العناوين. الشريبي ومعتصم والمنصوري والمانوني يردون على أخبار اليوم ويهددون باللجوء إلى القضاء. ولاية الأمن بالبيضاء تكشف عن ضبط مخدرات وأموال مزورة. إطلاق حملة ضد التعري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وفي النشر ورقة ثقافية وأخرى رياضية. انعقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة خصصا لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات. وصادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وعلى مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح بها وغير المنظم ومحاربتها. وبعدها تدارس المجلس وصدق على تعيين عبد المجيد نعيمي الذي عين مديرا لوكالة الحوض المائي لتنسيف الحوز بمراكش. انضاف محمد رشدي الشريبي إلى قائمة الشخصيات التي نفت نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة أخبار اليوم عن وجود لجنة موازية كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مؤكدا أنه يحتفظ بما يخول له القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء، وكان رئيس سابق للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور. محمد معتصم قد عبر عن استغرابه واستنكاره للخبر، كما نفى ياسين المنصوري بدوره نفيا قاطعا أي تعلق له بما ورد في مقال الصحيفة ذاتها حول الموضوع ذاتها. كما فند عبد اللطيف المانوني مستشار الملك ورئيس اللجنة الاستشارية التي أنيطت بها مهمة مراجعة الدستور بدوره ما أوردته الجريدة. وكان لنا اتصال مع توفيق بوعشرين مدير نشر أخبار اليوم الذي يقول بيان حقيقة على خبر إن شاء الله وعلى المشروع كما هو كذلك حقه في التوضيح، وما تنحمش علاش هاد الضجه كلها وهاد الهاله اللي اعطيت لهذا الموضوع. احنا خبر في كان فيه شي نيه الاساءه لشي واحد، وكل يوم جرائد العالم كله تنشر توضيحات وبيانات. نرجع للموضوع، الموضوع معقد ومتشعب وفي عدة قيود. أكتفي في المرحلة الراهنة باش نقول بأنه توصلنا ببيان الحقيقة وسننشره، ووصلتنا الرسالة الموجودة خلف بيان الحقيقة. تحتضن مدينة طنجة يوم غد ندوة وطنية حول موضوع من العدالة الانتقالية إلى العدالة الدائمة تنظمها منظمة العفو الدولية مجموعة طنجة توانسة، تخصص لعرض ومناقشة اتجاهات وخيارات المغرب بشأن وضع إطار قانوني ومؤسساتي لعدالة دائمة تضمن الاستقرار والديمقراطية والتنمية وسيادة القانون. وتهدف الندوة إلى المساهمة في توسيع فضاء التفكير حول تقديم رؤى من مواقع متعددة لمسألة إصلاح العدالة. تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن أنفا بالدار البيضاء مؤخرا من إلقاء القبض على شخصين من أجل الاتجار في المخدرات وحجز 28 كيلوغراما من مخدر شيرة بقيمة 18 مليون سنتيم. التفاصيل في تقرير دنيا مرحوم. قامت ولاية أمن الدار البيضاء اليوم بالإعلان عن كميات مخدر الشيرة والكوكايين التي تم حجزها خلال ضبط مجموعتين من مروجي المخدرات الثلاثاء الماضي. تمكنوا العناصر ديال فرقة التعليمات العامة من إيقاف واحد الشخص من الحوزة ديالو بناء على معلومات توصلوا بها بأنه كيروج المخدرات القوية الكوكايين. تمكنوا من الإيقاف ديالو بشارع نصاف عطيك بالقبور. تم ضبط المخدر ديالو 23 دوز
23 كبسولة معدة للبيع. الملي حالو علينا، عمقنا مع البحث، وصلنا لواحد المعطيات فيها واحد البطاقة ديال التعريف الوطني، هذيك البطاقة وفيها واحد الاسم ديال واحد المدار، عن طريقهم توصلنا بأنه كيتوفر على السكنة هنا في الدار البيضاء، وتوفرنا والعملية التنقيط عطاتنا شكون هو هذاك الشخص مول البطاقة. هذاك مول البطاقة هو اللي كيصيفط لي المبالغ المالية اللي كيجمع هنايا النهار وجميع عناصر الشبكة كنحضر من مدينة النهار. العملية الثانية للشرطة تم خلالها حجز أوراق نقدية مزورة بعد نصب كمين لأفراد المجموعة. العملية الثانية على واحد معلومات على أن أشخاص يقوموا بترويج المخدرات وكذلك يعني بتسليم ديالها أو هذاك يقوموا بترويج أوراق مالية مزورة. هذه الأمس كنا لقينا القبض على 3 ديال الأشخاص على مستوى الملعب ديال العربي الزولي اللي كتعرفوه في عين السبع في شارع حزام كبير، كان عندهم واحد كما نقولوا واحد عملية ديال تسليم ديال المخدرات ما بينهم. حضروا لواحد المقهى بواحد واش كنقولوا حنا واحد محطة ديال البنزين فيها واحد المقهى، وداروا ان ليو دو رونكونتر تما باش على انهم اساس يتلاقاو ويسلموا لبعضياتهم الشراء. لقينا عليهم القبض، حجزنا كما كتشوفوا هي 37 صفيحة من المخدر الشراء، 19 ورقة نقدية عملة مغربية من فئة 200 درهم مزورة، 111 ورقة من فئة 100 درهم كذلك مغربية مزورة، 3 هواتف نقالة. حصيلة العمليتين 306 صفائح من الحشيش إضافة إلى 130 ورقة نقدية مزورة وكميات مهمة من الكوكايين لمروجي مخدرات بعضهم ذو سوابق عدلية. قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء أمس بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي فريد ليرو عبد الحق بن سليمان أحد زبناء البنك الذي يوجد في حالة فرار، مع أدائهما غرامة نافذة قدرها 60,000 درهم لكل واحد منهما. في خطوة لافتة بتت قناة الجزيرة الإخبارية في تقرير لها على هامش زيارة المبعوث الأممي لصحراء كريستوفروس خريطة المغرب غير المبتورة من صحرائها، بعدما كانت في السابق تثير حفيظة المغاربة وتستفز المشاعر الوطنية. والأكيد أن هذا التراجع في المواقف يشكل تمهيدا لعودة الجزيرة إلى نشاطها المعتاد في المغرب. لقيت حملة ضد التعري التي تم إطلاقها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من طرف مجموعة تطلق على نفسها فاعل خير إقبالا كبيرا من طرف العديد من النساء المغربيات، وهي الحملة التي تأتي في سياق التجاوب مع الدعوة التي تم توجيهها من قبل المشرفين على الصفحة. وتأتي المبادرة ضدا على حملة التعري التي أطلقتها حركة من نوفينا للمثليات، وفعلا تم إرسال العشرات من الصور في أولى أيام إطلاق المبادرة. تم مساء أمس بالدار البيضاء وبالضبط بأحد الأسواق الممتازة إطلاق أول آلة تصبين اقتصادية بالسوق المغربية. هاني قسومي ومحمد لواحي حضر الندوة ورصد لنا أطوارها. بالدار البيضاء نظمت ندوة صحفية جمعت بين شركتي إريال رائدة مسحوق التسبين وهاير رقم واحد في التجهيزات المنزلية، وذلك لإطلاق آلة تسبين وان تاتش لأول مرة بالمغرب. احنا اليوم في اعتراض انطلاقه لهذا المنتوج، وماشي منتوج، هو منظومه تصبين اللي فيها آلة تصبين اقتصاديه اوتوماتيكيه ماشي عاديه في لامارك مع الشركه ديالنا هاير، ومع المنتوج ديال تصبين اريال اللي هو المنتوج السباق في السوق المغربي. وهذه المنظومه هذه كتسمح بثمن معقول في الشراء، وكتسمح ايضا انه من بعد في الاستهلاك، هي منظومه اللي اكثر استهلاك لانها كتستعمل الماء البارد، دونك ما كتستهلكش بزاف ديال الضوء ديال الماء. بمناسبة إطلاق آلة التصبين الاقتصادية والأولى من نوعها في السوق المغربية، قامت شركة إريال بمنح 50 آلة تصبين لعشر جمعيات خيرية، من بينها جمعية بيتي، دار الطالبة بالقنيطرة، وساعة فرح إسواس فيلاج. هذه بادره اللي هي مزيانه انها جمع مجموعه ديال الجمعيات وتمنحهم هاد يعني هاد
نقدر نسميها يعني هديه هديه اللي هي بطبيعه الحال مهمه، لان اله صبين بالنسبه للجمعيات اللي كيحتضنوا اطفال ولا اللي كيحتضنوا امهات يعني انه شي حاجه اللي ضروريه. وبروكتر اند جامبل هذه ماشي اول يعني مساهمه ديالها اولا اول دعم. احنا مع جمعيه بيتي كان عندنا شراكه معها منذ سنين يعني سنوات عديده، ودابا عاوتاني كتجدد هذه الشراكه في هذا الدعم هذا. في الحقيقه هي بادره طيبه، بحيث مع بروكتر اند جامبل ماشي اول عمليه يديروها معنا، جمعيه خيريه اسلاميه ديال قنيطره اللي تعنا بالايتام واليتيمات. هذه العمليه هذه طبعا لابد ما يكون عندها وقع حسن، وتنعتبر على ان هذه الشركه هي شركه مواطنه ما دامت انها تعنى بالايتام واليتيمات على في جل نواحي المغرب. الآلة شرع في تسويقها بالأسواق الممتازة يوم 27 من الشهر الجاري، وانتج تعتبر ثورة حقيقية في عالم آلة التصبين، حيث أنها تمكن المستهلكين من الاستفادة من آلة غسيل عصرية فعالة وبثمن مناسب. عقدت مجموعة أونيفير موتور صباح اليوم بالدار البيضاء ندوة صحفية خصصت لتقديم النموذج الأول من سيارة سيات توليدو. التفاصيل في هذه الورقة. تم الإعلان عن ميلاد النوع الثالث من سيارة سيات توليدو الجديدة التي تجمع بين تصميم وتعدد المزايا. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بالدار البيضاء تمحورت بالأساس حول مميزات وتصميم السيارة الجديدة. Seat est au début d'une offensive de nouveaux produits. Pendant quelques années, Seat a eu un nombre de modèles relativement réduit. Nous avons fait par exemple au Maroc l'année 2012 avec deux modèles, la Ibiza et la Leon. On va attaquer maintenant une offensive produit avec l'introduction de la Toledo. La Toledo a existé au Maroc par le passé. Et là, on l'a réintroduit avec un nouveau design, avec une qualité qui est la qualité du groupe Volkswagen. Et nous allons attaquer l'année avec d'autres modèles, comme par exemple la nouvelle Leon en fin d'année, et peut-être l'introduction d'une micro-citadine qui s'appelle la Mi, soit en décembre, soit en janvier de l'année prochaine. سيارة تجمع بين الكلفة والجودة لكونها تخضع لكل معايير الجودة العالية، متوجهة بالأساس إلى زبناء الباحثين عن سيارة متميزة ونافعة لكل أفراد الأسرة. سيات توليدو مجهزة بآخر جيل من المحركات من مجموعة فولكسفاجن وبآخر تكنولوجيات فولكسفاجن الخاصة والتي تضمن متعة القيادة والفعالية والسلامة، كما تتميز أيضا بنتائجها المتفوقة في مجال استهلاك الوقود. في الخبر الفني، لا زالت جمعية مغرب الثقافات تستقطب نجوم العرب، وذلك للمشاركة في الدورة 12 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، حيث ستعزز كوكبة نجوم العرب بكل من الفنانة الكويتية أحلام والفنانة العراقية شذا حسون. تفاصيل في ورقة أعدتها هني قسومي. الدورة 12 لمهرجان موازين إيقاعة العالم ستعيش على أنغام الخليج، حيث طرقت أبواب موازين كل من النجمة العراقية شادة حسون. والديفا أحلام في سمر فني 100% خليجي. الأمسية ستجمع بين عبق العراق وسحر الكويت، مزيج فني لصوتين نسائيين تمكن من حفر أسمائهن على دفتر الساحة الفنية العربية عن جدارة واستحقاق. شذا حسون نجمة ستار أكاديمي ستتحف الجمهور الرباطي بمجموعة من أغانيها في الجزء الأول من السهرة، لتهتز منصة النهضة بعد ذلك على صوت الفنانة الكويتية أحلام التي ستجود على محبيها بأغاني من ريبرتوارها الفني. أحلام عضو لجنة تحكيم أرب أيدل ستلتحق بكوكبة الفنانين العرب المشاركين في الدورة 12 لمهرجان موازين، حفل فني خليجي مشترك ترقبوه يوم 30 من مايو على منصة النهضة بالرباط.
في الخبر الرياضي، قالت اليومية الرياضية إسبانيا أي سي إن فريق أتلتيكو مدريد راضي جدا عن أداء حارس المرمى المغربي ياسين بونو. وأوضحت اليومية أن الإدارة الرياضية لفريق أتلتيكو مدريد راضية جدا عن أداء الدولي المغربي ياسين بونو، مشيرة إلى أن حارس المرمى السابق لفريق الوداد البيضاوي الذي يلعب ضمن الفريق الثاني بنادي أتلتيكو مدريد قد ينضم للفريق الأول في الموسم المقبل. وبهذا الخبر مشاهدينا نطوي معكم أوراق النشرة المسائية، إليكم قراءة ثانية لأبرز العناوين. الشريبي والمعتصم والمنصوري والمانوني يردون على أخبار اليوم ويهددون باللجوء إلى القضاء. ولاية الأمن بالبيضاء تكشف عن ضبط مخدرات وأموال مزورة. إطلاق حملة ضد التعري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. النشرة تضمنت كذلك ورقة ثقافية وأخرى رياضية. في الختام نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.